نحمد رب ونشكره على نجاة زميلنا محمد علي ناصري من العملية الإرهابية الجبانة اللي تعرض لها ليلة البارح. تحليلي للشيء هذا نحب معناها صراحة ثم التضارب معناها في العملية، وكأن الإرهابيين يقولون سرعوا قانون الإرهاب، رانا حشتنا به. هو لا يشك اثنان في أن العمليات الإرهابية كل هذه مستهدفة العملية الانتخابية بمتو مستهدفة العملية الديمقراطية في تونس. أولاً وزير الداخلية حدثنا برشا مرات على أنه ثم مخطط لإفشال الانتخابات بعملية إرهابية، إذن السيناريو جاهز مقبل. اليوم وقت نسمعوا محاولة اغتيال كذا ومحاولة اغتيال كذا ومعهم فلان وفلتان، نحب نعرف السؤال اللي نطرحوه، ما هو الحجم السياسي لهالشخص اللي قامت عليه القيامة؟ قانون الإرهاب هو قانون مايع ضعيف فاسد، لقد قلت فيه ما قلت ويجب مراجعته، لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار خطر العملية. نحن مناقشة هذا القانون كانت مبتورة ومتقطعة، وحتى المداولات العودة للمداولات يعني ما خدتش حظها المناقشة، كانت المداولات كانت تتم في قاعة مغلقة بين لجنة التوافقات، وبالتالي حتى العودة إلى المداولات ما هيش باش تكون مفيدة، يعني نجم يكون تيقع خلف ولبس في فهم بعض المصطلحات أو بعض الفصول في هذا القانون. خلال جلسة اليوم من المستحيل أن نصل إلى صدق على الدستور في أكثر من 100 فصل صراحة، وما زالت النقاط الخلافية إن شاء الله كما وقع الاتفاق عليها في إطار لجنة التوافقات حتى في الجلسة العامة يلتزم كل الحاضرين بما وقع الاتفاق عليه في لجنة التوافقات. سعينا أن القانون هذا يكون ساعة منطبق الدستور أولا، وثانيا أنه يكون ضابط للممارسات بتاع حقوق والحريات، وما يكونش هو مطية باش يقمع به الناس.